هو يوم الأربعاء من مشهود لي سأل بالصفات العالية، لكن الحمد لله من بداية اليوم بالمتابعة الدائمة تأكيدا لكلام دكتور أحمد عبد العالي. الحمد لله اليوم بالنسبة للحالة الجوية فقط بس بعض الشبورة الخفيفة طريق الصوت الغربي، لكن مستوى الرؤية الحمد لله غير ممتازة. بالنسبة للشبورة مستوى الرؤية تعمل زيادة عن 150 كيلو. بالنسبة لباقي الكرة السريعة الحمد لله بتعمل بشكل جيد من عدم وجود أي تأثيرات في الحالة الجوية. بالنسبة للكثافات المعقدة بالمناطق الدائري بفضل من المنطقة الشرقية من طريق مرسية جديدة متجه للمناطق الفرادة الجديدة. يبدو أن سيادة الرائد صوت حضرتك بيقطع. حضرتك كده افضل. حضرتك كنت حضرتك بتتكلم على باقي الطرق غير طريق اسيوط اللي في شابوره. بالنسبه للكثافات المعتاده بدايه من المناطق الدائري بفضل من المرسيه متجه لاعلى الاستيراد، كثافات معتاده بدايه من اعلى البساتين حتى اعلى الاستيراد في سرعات بطيئه. المنطقه الغربيه بفضل من المناطق الليبيه ومتجه لحديث السلام، كثافات متركزه معانا بدايه من المناطق المرجحه حتى مناطق السلام وسرعات بطيئه. محور 26 يوليو بدء الكثافات المعتاده يوميا بدايه من اعلى المشاكل ومتجه لمناطق اعلى لبنان. الاتجاه الاخر تقريبا الحمد لله تم انتهاء الكثافات تماما. بالنسبه للمناطق الفارره هيفضل استخدام القطاعات الارضيه في خدمه التفوبر. بالنسبه لمحور صلاح سالم بيعمل بشكل جيد عدم المنطقه قبل كوبري الفاتوس بفضل حضرتك الازهر متجه اتجاه المطار في بعض التجمعات البسيطه. الاتجاه الاخر بيعمل بشكل جيد. بالنسبه لباقي صلاح سالم القادم من مناطق البارون متجه لمناطق العروبه في بعض التحميل البسيط، والاتجاه الاخر بيعمل بشكل جيد. مناطق جديده في شرق سوريا المرئيه تامه فقط بالنسبه لمحور شارع عطام متجه لكوبري جديد المعدني. شارع فيصل بعض الكثافات لكن افضل نسبيا. هيفضل استخدام محور شارع الجامعه فاضل لكوبري جديد المعدني متجه للجامعه افضل من محور شارع السودان ومحور شارع الجيزه وشارع النيل متجه لمناطق وسط الجيزه. باقي محاور الجيزه الحمد لله بتعمل بشكل جيد. واكد مع حضراتكم بالنسبه للحاله الجويه مع التقربات الجويه واحتماليه الامطار راح تتاكد مع المواطنين بالنسبه للقياده الامنه، وهي بدايتها من الاستخدام لكافه الامطار في الطياره تاكيد السير باقل سرعه ممكنه مع التاكيد مضاعفه مسافات الامان ما بين الطياره والسياره تجنب التخطي الحاره الاخرى او الانحراف يمينا او يسارا تهم فجأة او بسرعه كبيره تاكد تلوث الطريق الجانبين. استخدام الخطوط الارضيه في الطريق لحل وصول لاقرب مسافات امنه، وهي بعض الاقتراحات المتواجده على الطريق او بعض الاماكن الخلايا. سياده الرائد احمد نور الدين مشرف غرفه العمليات بالاداره العامه للمرور بشكرك شكرا جزيلا.